من غينيا، اسمه عمر إسماعيل جلو، سنشاهده سويا على الشاشة. عمر إسماعيل جلو من غينيا كوناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. من غينيا عمر إسماعيل جلو، ما رأيكم شيخنا في قراءته؟ بارك الله فيك يا أخي عمر، وزادك الله توفيقا. أنا سعيد جدا بإخواننا من إفريقيا، تحسنت تلاوتهم في العشر سنوات الأخيرة جدا، ما شاء الله. يعني أنا كنت أسمعكم يا أبنائي في المسابقات الدولية، ما كان نتائجكم تأتي جيدة، ما شاء الله تبارك الله. في السنوات الأخيرة وفي المسابقات الدولية صارت يعني كثير من الدول في إفريقيا أبناؤنا فيها يعني يقرؤون قراءة متقنة جدا جدا، ومثلهم ابننا عمر إسماعيل. بعض الدقائق أنبهك عليها أخي عمر. وجاءت، طولته جدا، طولته جدا، يعني قلت لعله يقرأ على رواية ورش، حتى لو كان على ورش طويل فما بالك إذا كان على رواية حفص، وتكررت مع كلمة وجاءت أكثر من مرة. لقد كنت في غفلة، كنت كما نبهت الإخوة قبلك منذ قليل، هيئ لسانك على قرب مخرج التاء، قل أت 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 أت، هل رأيت مكان التاء؟ ضع لسانك قريبا جدا منه، كن، فإذا انتهى صوت الغنة تاء، فتقرع المخرج بطرف لسانك، كنت، هكذا إخفاء النون عند التاء. القلقلة الموقوف عليها قوية، أنت لم تأتي بها قوية. قال إمامنا الجزري: وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا، كان أبينا. فأنت تقول حديد عنيد عتيد، يعني
قلقلة ضعيفة يجب أن تكون أقوى، حديد عنيد وهكذا بقوة، هكذا تلفظها العرب في زمن النبوة. زادك الله توفيقا ابن عمر، وأسأل الله لك التوفيق الدائم. اللهم آمين. شكرا لكم شيخنا الكريم. إذن عمر إسماعيل جلو من غينيا، هنيئا لك فيما أعطاك الله عز وجل، وهنيئا لكم حفظ القرآن الكريم، ونفع الله بكم.